قبل ما ندخل في أخبار حلقتنا النهاردة، في موضوع كده الحقيقة محتاج وقفة، وقفة حقيقية في الفترة الحالية، والخطوة لازم تكون من الاتحادات مش من الأندية. إيه الموضوع؟ الاستعانة بالمحترفين، قضية وموضوع مهم جدا. الموضوع ليه شقين، الشق الأول هو شق فني، وهو هل المحترف اللي جاي هيفرق مع الفرقة؟ هل فنيا هيشكل إضافة؟ أعتقد أن النقطة دي بالتحديد مهمة جدا وموضوع كبير، مش قصة أن أنا بتعاقد مع لعيب والسلام يعني. النقطة اللي برضو أعتقد من النقط المهمة قوي، إن هل أنا بجيب المحترف عشان يكسبني بطولات محلية والحدوتة انتهت بالشكل ده؟ أعتقد أن المحترف لازم يكون ليه دور مهم قوي في أن هو يكسبني كمان بطولات خارجية، وده الهدف الأساسي في رأيي الشخصي يعني. الهدف التاني والمهم جدا ان الفريق يستفاد منه على المستوى الفني، يعني زمايله اللي جنبه يستفادوا منه، مش يجي يلعب يكسب الفرقه ماتشين ثلاثه يحقق بطوله كاس دوري سوبر محلي ويمشي. ده انا ما اعتقدش ان دي في النهايه استفاده على الاطلاق، دي انتصارات وهميه، لان في النهايه الاساس اللي عندك لا هيساعدك انك تكمل بالشكل ده. واي فريق بطل المهم عنده انه يستمر ويكمل بالشكل ده، واللي بيفوز ببطوله المهم انه يقدر يحافظ على اللي وصل له ويشتغل ويدعم ده. ودي اعتقد قصه طويله جدا وكبيره ومحتاجه معايير وشروط عشان نضمن ان المحترف اللي جاي هيحقق المطلوب. وكمان مهم، هو انا جايب المحترف ده ليه؟ عشان ايه يعني؟ يعني دوري على سبيل المثال زي كرة اليد، أعتقد مش محتاج محترفين على الإطلاق، لأننا من الأساس في مستوى كبير جدا في العالم في اللعبة، لاعبتنا مطلوبة في كل الدوريات الكبرى، يعني بتتكلم إن أغلب قوام المنتخب من المحترفين، أكتر من 10 لاعبين محترفين، مش محترفين حتى في أندية عادية، مش أندية في قاع بقى الجداول الترتيب في الدوريات الاوروبيه، لا في دوريات كبرى وفي فرق محترمه جدا. في رايي الشخصي ان الدوري المحلي مش محتاج على الاطلاق محترفين اجانب، بالعكس احنا ندي فرصه اكبر للاعبين المصريين حتى الصغيرين منهم عشان نطلع مواهب جديده. في كره السله الفترة الأخيرة كل الأندية تستعين بمحترفين، سواء أهلي أو اتحاد أو زمالك، سبورتينج، سموحة، الجزيرة، الاتصالات، كل الأندية تقريبا في دوري كرة السلة بتتعاقد مع محترفين، وخاصة اللي بيشاركوا في البطولات الخارجية زي الأهلي والاتحاد حاليا، وكان طبعا قبلهم الزمالك قبل كده، وكانوا بيستعينوا بمحترفين خصيصا عشان البطولات الافريقيه والبطولات العربيه. والاهلي لما شارك في كاس العالم للانديه، والزمالك من سنتين اعتقد برضو عشان البطولات الخارجيه، وبيجيبوا نوعيه محترفين للبطولات دي باسعار ضخمه جدا عشان تحقيق البطولات دي طبعا. وده بيكون جزء مطلوب في البطولات دي، انك تستعين بافضل اللاعبين عشان يفيدوك في البطولات دي. طب ليه مش بيستمروا طوال السنه؟ ليه بطولة واحدة؟ لأن لو اللعيبة دي كملت الفايدة طبعا هتبقى أكبر بكتير جدا، لأن بيبقى واضح الجاب ما بينهم وما بين اللعيبة المحلية بتبقى واضحة جدا. الجزء الثاني المهم في قضية المحترفين، لازم أسميها قضية وقضية كبيرة كمان في الرياضة المصرية، موضوع إنك تتعاقد مع محترف ويحصل مشاكل معاه عشان قصة المستحقات المالية ويمشي وبعد كده يشتكي النادي، بعد كده قرارات من الاتحادات الدولية، شكاوي في المحكمة الرياضية، أزمات، إيقاف قيد، كل ده ليه؟ يعني من المفترض النادي اللي يتعاقد مع لعيب محترف يكون عنده القيمة المالية اللي تكفي وتغطي عقد اللاعب، وده يكون بضمان بنكي، واتحاد اللعبة ما يوافقش على الإطلاق على ضم أي محترف إلا لو النادي قدم مستند مالي أو ضمان يفيد قيمة عقد اللاعب في السنة كاملة، عشان ما ندخلش كل شوية
في مشاكل وأزمات ونقول مفيش سيولة مالية، سعر الدولار اتغير وبالتالي القيمة اللي احنا كنا متفقين عليها اختلفت مع اللاعب في وقت التعاقد. اللاعب المحترف لما ما بياخدش مستحقاته المالية وبيشتكينا بتكون الصورة وحشة جدا عن الأندية المصرية، والموضوع بقى منتشر جدا مش في لعبة ولا اتنين، ده أصبح في كل الألعاب، كرة ويد وطايرة وسلة، ودايما في مشاكل وشكاوي والأزمات لا تنتهي. خلينا واضحين، الأندية مش هتبطل إن هي تستعين بمحترفين حتى لو إن ميزانيتها مش هتسمح بده. وهنا يجي بقى دور الاتحادات في إيه؟ في إن أنا أحط شروط وقيود واضحة على الأندية على ضم المحترفين،